الخسرة الواحدة. أهلا بكم، والبداية بالعناوين. أجواء اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك تصنعها مظاهر التآزر والتضامن مع المسنين وتقاسم الفرحة مع المقيمين بديار ومراكز العجزة. في اليوم العالمي للصحافة، الإعلام الجزائري مكاسب وإنجازات. وفي المناسبة تأكيد على المزيد من الاحترافية والمسؤولية. مصنع السيراميك بولاية البويرة نموذج لاستثمار ناجح بجودة عالية وتقنيات حديثة يراهن على ولوج عالم التصدير. ومجمع جيداكس للصناعة النسيجية يساهم في إنعاش الحركية الاقتصادية وتوفير ما يقارب 8000 منصب شغل. المستهل بأجواء البهجة والتغافر والتآخي والتضامن التي تطبع اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، حيث احتفل المسنون المقيمون بدار المسنين ببلدية العوانة بولاية جيجل بعيد الفطر المبارك وسط أجواء مميزة طبعتها زيارة عدد من الجمعيات وحتى المواطنين بغية إضفاء جو من البهجة والمرح قد تعوض المسنين ولو لفترة قصيرة دفء العائلة الذي افتقدوها. عبد الرحيم شمعوني. هنا بدار المسنين بولاية جيجل استقبلنا المقيمون بفرحة كبيرة وسط أجواء عائلية في أول أيام عيد الفطر المبارك. اليوم كما تلاحظون رانا في مدار الأشخاص المسنين، جئنا لنتقاسم فرحة العيد مع أبائنا وأمهاتنا المقيمين. تبارك الله فيهم. على كل حال احنا رانا نحتفلوا هنا في مؤسسة دار المسنين بدائرة العوانة، وأشكر كل الطاقم البيداغوجي والتقني الإداري والمجتمع المدني وكذلك الجمعيات والمحسنين الذي دعموا المركز، وتبارك الله فيهم. ورانا في جو عائلي. عيد سعيد للجميع. أجدد العهد للأباء والأمهات أننا معهم دائما وأننا لا نتخلى عنهم إلى آخر رمقين في أنفسنا إن شاء الله. ليبقى العيد فرصة تدخل البهجة والفرحة في نفوس المواطنين وتبرز أصالة الشعب الجزائري في التكافل والتضامن خاصة في مثل هكذا مناسبات. ومن أعظم الفضائل والقربات بعد عيد الفطر المبارك صيام 6 أيام من شهر شوال أو ما يعرف بأيام الصابرين التي يستحب صيامها رجاء ما فيها من ثواب وأجر عظيم، امتثالا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فضائل هذه الأيام في هذه الورقة لإدريس عزيزي. ثوابها يعادل صيام الدهر. صوم 6 البيض هو امتداد لصيام شهر رمضان، وفضله على المسلم اقتراب أكثر من الله عز وجل وأجرها عظيم. كما نضوك هكذا صوموا متتاليين، وكالي صوموا نهار بنهار، كالي صوم يومين ديركت يومين بيومين، وكالي صوم 3 أيام 3 أيام، وكل واحد على حسب مقدوره. تقبل الله الصيام من الجميع. وشهر شوال شهر الصيام، هذا صيام شهر شوال يكون مباشرة مر العيد إن شاء الله. الاقتداء بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصيام 6 من شوال يفتح بابا من أبواب الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وفي رواية كمن صام الدهر كله. وهذا دليل على أن الحسنة بعشر أمثالها كصيام الدهر، أي أنه صام السنة كلها. فصيامنا لشهر رمضان 30 يوم، كل يوم ب10 أيام 300 يوم، إذا زدنا 6 أيام 60 يوم 360 يوم، كمن صام الدهر كله كما قال عليه الصلاة والسلام. الصوم تهذيب للنفوس وتطهير للقلوب من المعاصي وفوز برضا الله سبحانه وتعالى. وأجواء العيد لم تمنع فرق مؤسسة سيترام لترامواي صيف من التجند لخدمة المواطنين ونقل المسافرين صبيحة العيد التزاما بالخدمة العمومية. العملية لقيت ارتياحا لدى المواطن خاصة بعد النقص المسجل في حافلات النقل وسيارات الأجرة. سعيد بلونيس.
مسار ترامو ويستيف مؤسسة سترامو التزاما منها بالخدمة العمومية سيما أيام العطل والأعياد جندت فرقها لضمان نقل المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك. مؤسسة ترامو ويستيف من أجل تقديم خدمة نوعية وآمنة تلتزم بتوفير جميع الإمكانيات وتسخير جميع الإمكانيات اللازمة من أجل استمرار الخدمة وضمان استمرارية الخدمة أيام العطل والأعياد السنوية مع مختلف ظروف الجوية وذلك بالالتزام ومراعاة التدابير الوقائية المنصوص عليها. المواطنون عبروا عن امتنانهم وعرفانهم خاصة وأن المدينة شهدت نقصا في حافلة النقل الخاص وكذا سيارات الأجرة ليجدوا عربات ترامو ويستيف في انتظارهم وفي أحسن الظروف التنظيمية والصحية. راهم يقوموا بالواجب في وقت عيد اللي الناس كل تحتاج يعني باش تعيد في دارها وهم راهم خدامين النهار كامل. دائما كان كاين مشكل في باسكو لي طاكسيير ما يخدموش لي بيس ما يخدم لي بيس ابارت تاع الدوله جوبونس ما يخدموش الاخرين بريفي تسمى حاجه مليحه بارابور العوام فاتو كان ما كانش ترامواي كان دائما كاين مشكل تاع ترونسبور. والله نشكروهم وانهم موفرين النقل حتى في ايام العطل في الناس كي يكون ما كانش ترونسبور نلقاو ترامواي ونقولوا صحة عيد الشعب الجزائري والأمة الإسلامية أجمعين وماشي غير ناس الترامواي الناس اللي واقفين في ليزوبيتو الناس اللي واقفين على الحدود نشكرهم بزاف وهذه هي بلادنا وإن شاء الله نتمنى وغير الخير للشعب الجزائري أجمع وعيد مبارك للجزائر والأمة الإسلامية أجمعين. اللون الأرجواني الذي ينساب عبر أحياء وشوارع مدينة سطيف ضامن لنقل مستخدميه طيلة أيام العيد في انتظار العودة لنسق وتوقيت الأيام العادية. تحيي الجزائر اليوم العالمي للصحافة المصادفة لثالث ماي من كل سنة، والصحافة الجزائرية بكل تفرعاتها لعبت دورا هاما في المعركة من أجل بقاء الدولة طوال سنوات المأساة الوطنية، وتمكنت في الوقت نفسه من مواكبة التطورات التكنولوجية وتوسيع رقعتها في جل الفروع من صحافة مكتوبة إلى قنوات مسموعة ومرئية إلى مواقع إلكترونية، حتى أصبحت اليوم إحدى الميادين التي تسخر فيها الجزائر بفضل الكثير من الإنجازات والمكاسب المحققة. والإعلام الجواري أضحى اليوم أكثر قربا وتفاعلا مع هموم المواطن وانشغالاته، حيث تسعى الإذاعة الوطنية بولاية تمن راست إلى تقديم خدمة إعلامية للمواطن ترقى إلى تطلعاته بالمنطقة. محمد برماكي. الإعلام الجواري ركن هام من أركان الديمقراطية وحرية الصحافة، وتجسيده على أرض الواقع بهكذا إذاعات كإذاعة تمغسة الجهوية خطوة نحو التقرب من المواطن ونقل انشغالاته وآماله. إذاعة العقار الحقيقة شعاع نفتخر به في الولاية، ومنذ مجيئها كان عندها دور سواء في التوعية داخل المجتمع ولا في الريف. ولأن المتلقي في الولاية القارة الحدودية تمغست خصوصيات تعتمد الإذاعة في مخاطبة المستمعين باللغة الترقية وأحيانا بالهوصة إذا اقتضت الضرورة، نقوم بإعداد عدة برامج باللغتين بالعربية والترقية، برامج تنموية تهتم بانشغالات المواطنين في مختلف المجالات. والأكيد أن الإذاعة كانت حاضرة في كل المحطات المحلية والوطنية، وخاصة في جائحة كورونا كنا حاضرين من خلال الممرات التحسيسية والفضاءات التحسيسية والتوعوية باللغتين العربية والأمازيغية وكذا باللغة الهوصة للجالية الإفريقية المقيمة بطمن راست. أضمن تال دوان دهارت أن لغة تسر راديو وانت من قصت يقال الراديو يهان إيدا قسيرتين أجوس وان الجزائر دفلانديس يقال دغيدا قسيرتين يقال التوهازني إفريقيا. من أجل تكريس الصحافة بنوعيها في تمغسة استحدثت الجزائر مركزا للتلفزيون الجزائري في خطوة من أجل تنويع الإعلام الجواري في المنطقة. وبحكم هذا المركز المتواجد بولاية تمن راست اسمح لنا أكثر باش نتقربوا للمواطن وننقلوا المعلومات وجميع المعلومات والانشغالات للمواطنين. تقوية الإعلام الجواري في الولاية بنوعيه المرئي والسمعي خطوة اعتمدتها الجزائر الجديدة من أجل حرية صحافة نزيهة وقوية.
في التنمية الاقتصادية توفر المنطقة الصناعية وادي البردي بولاية البويرة مناخا استثماريا واعدا للمستثمرين بعد منحهم تراخيص الاستغلال لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية. مصنع السيراميك أنموذج لاستثمار ناجح يساهم في تنويع الاقتصاد واستحداث مناصب الشغل. تفاصيل أكثر مع فتح أبو عرب. استثمار خاص في صناعة السيراميك يعتمد على استخدام مواد أولية عالية الجودة لإنتاج أرقى أنواع السيراميك بتشكيلات متنوعة. نهار دمار اللوزين هذا حطينا سيفية تاعنا في لانام وعيطونا والحمد لله رانا خدامين الحمد لله. رانا نسعى دائما باش نطوروا في الإنتاج تاعنا وباش نصدروا الإنتاج هذا إن شاء الله للخارج. المصنع مزود بأحدث التكنولوجيات وبكفاءات مؤهلة لتطوير وزيادة الإنتاج. هذا مخبر لمراقبة الجودة والنوعية وهذا يشمل كل مراحل تصنيع الخزف من أجل ضمان جودة عالية للمنتوج النهائي باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة. المرحلة من مراحل إنتاج السيراميك فيها مراقبة النوعية تغليف المنتوج. احنا ننتج 2500 ل700 متر مربع يوميا يضم 80 عامل متكونين من طرف الأجنبيين. الأفاق تاعنا الأولية هو تصدير هذا المنتوج لأنه منتوج عالمي. هو مشروع استثماري ناجح بولاية البويرة مكن من استحداث العديد من مناصب الشغل لشباب المنطقة. كما يعد مجمع الصناعات النسيجية جيداكس بالعاصمة من المجمعات الداعمة للاقتصاد الوطني والمدرة للمداخيل البديلة. المجمع يضم أزيد من 42 وحدة إنتاجية ناشطة في صناعة الجلود والأحذية والملابس الجاهزة. عبد العزيز علي. 42 وحدة منتجة تابعة للمجمع العمومي للصناعات النسيجية جيتكس، والبداية بوحدة إنتاج الجلود التي تمون وحدتي شراكة للأحذية والملابس الجلدية وبعض اللواحق بقدرة 500,000 منتج سنويا. حاليا رانا ننتجو تقريبا بين 200 إلى 250,000 جلدة سنويا. زلت عندنا دوشان واحد أخرين نزيدو لونسيوهم فيها الموكاسان فيها الاحذيه نتاع لي بيبي فوالا دونك رانا في لا فام في روم في لونفون دوك اون فاس اتاكو سي او بيبي موديك ليون يحبوا جلد ولا حذاء سبيسيال تاع طيارين تاع واجهه العمل تاع الحديد ولا سونطراك ولا وزاره الدفاع ولا هذوك عندهم الجلد تاعهم ولا الاحذيه تاعهم سبيسيال. كاين من الجهه الاخرى الاحذيه تاع اللي يلبسوهم الكرون بيبليك. بالنسبه للملابس نقدروها حتى 18,000 حتى 20,000 يعني وحده سنويا بدات جوده عاليه. انتاج المجمع من الملابس الجاهزه بجوده ونوعيه رهان وحده الشراكه المتخصصه والتي تنتج سنويا ازيد من 200,000 بدله بعشره اصناف لكل الفئات العمريه. خطوط الانتاج عندنا ربعه مقسومين على الكوستيم فاست والبنطالون. عندنا ثاني اون ليني تاع لوكيبي نادي جاكيت مسؤوله مختصه في التسويق تاع لي برودوي تاع كاع المجمع. عندنا نقاط بيع لي بارتي سير تيريتوار ناسيونال. عندنا 44 نقطه بيع منهم 24 اوبيراسيونال. صناعه نسيجيه جزائريه خالصه متكامله توظف ازيد من 8,000 عامل تدعم المنتج الوطني وتراهن على قيمة مضافة لقطاع النسيج الذي يهدف إلى مداخيل بديلة حين يشغل حيزا رائدا في الأسواق الدولية. دوليا وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل عملية الاعتقال في صفوف الصحفيين الفلسطينيين بهدف طمس حقيقة الجرائم والانتهاكات التي يمارسها هذا الكيان في حق الشعب الفلسطيني بكل مكوناته. سليحة قاسي. يواصل الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين والتضييق عليهم عبر سياسات تنكيلية ممنهجة أبرزها عملية الاعتقال المستمرة منذ بداية العام الجاري، كما نفذت قوات الاحتلال العديد من الاعتداءات بحق الصحفيين تسببت في إصابات بين صفوفهم خاصة خلال شهر أفريل المنصرم. وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة
أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 صحفياً في معتقلاتها في ظروف قاسية، حالهم حال كافة الأسيرات والأسرى الذين يقبعون منذ سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي. عمليات الاعتقال التي تطال الصحفيين تحاول من خلالها قوات الكيان الصهيوني تقويض دورهم في كشف وفضح جرائمها ونقل مشاهد قمع الحريات والانتهاكات إلى العالم. وبالمناسبة طالب نادي الأسير الفلسطيني المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل جديا لوضع حد لهذه الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين. هذا فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من بلدة اليمون غرب جنين، بينهم أسير محرر عقب مداهمة منازلهم، كما اعتقلت أيضا 10 فلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية خلال حملة اعتقالات ومداهمات شنتها في أول أيام عيد الفطر المبارك. في تطورات العملية العسكرية الدفاعية الروسية بأوكرانيا، أحرزت القوات الروسية والقوات الموالية لها تقدما ملموسا في دونباس، حيث تمكنت من فرض سيطرتها على نحو 170 بلدة ومنطقة سكنية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك. وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس إنها شنت هجمات على 38 منشأة عسكرية أوكرانية وأسقطت مقاتلة من نوع ميغ 29، إضافة إلى تدمير 10 مسيرات. إلى ذلك، لا تزال عملية الإجلاء أو إجلاء المدنيين من مجمع أزوفستال بمدينة ماريوبول متواصلة، حيث بلغ عددهم إلى غاية أمس 129 شخصا. قبل الختام نذكركم بالعمل. أجواء اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك تصنعها مظاهر التآزر والتضامن مع المسنين وتقاسم الفرحة مع المقيمين بديار ومراكز العجزة. في اليوم العالمي للصحافة، الإعلام الجزائري مكاسب وإنجازات. وفي المناسبة تأكيد على المزيد من الاحترافية والمسؤولية. وتابعنا أيضا في النشرة، مصنع السيراميك بولاية البويرة نموذج لاستثمار ناجح بجودة عالية وتقنيات حديثة يراهن على ولوج عالم التصدير. ومجمع جيداكس للصناعة النسيجية يساهم في إنعاش الحركية الاقتصادية وتوفير ما يقارب 8000 منصب شغل. ختام النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.